السلام عليكم، معكم صحة المعطاوي على سفيركم. الوغ اول حاجه بديت بها هي عرض الازياء. كنت بديت على سن ديال 17 عام. من بعد ساليت القرايه ديالي مشيت للاند، خدمت مع اون اجونس دو مانكان. بعد مشيت لا تايلاند، هي خدمت تما مع اون اجونس دو مانكان، وكنت بديت بلي بوبليسيتي بلي ديفيلي دو مود. من بعد اقترحوا عليا باش ندير تمثيل، فشاركت في فيلم في الهند، وتما درت اون فورماسيون ديال التمثيل، ومن بعد جيت للمغرب والباقي راكي عارفه. الصراحه كنت الغربه. كتجي واحد الوقيته كتبغي تدخل لبلادك، كتبغي تعيش مع عائلتك. فاش كتكون بعيد ديما كتبقى متغرب، ديما كتحس براسك ماشي هو هذاك. ف كنظن بان لا فامي هي اللي رجعتني للمغرب، والحمد لله فاش كتجي كدير شي حاجه في بلادك وكتنجح فيها كيكون لها واحد الذوق اخر من غير فاش كدير شي حاجه بعيده، الناس ما كيعرفوكش ايتو. دونك هذيك التجربة كانت إنسانية قبل ما تكون فنية. فعن طريق هذاك البرنامج تقربت بزاف من الثقافة ديالنا ديال المغرب اللي كنت موحشاها، حيت دوزت من مورا ما تخرجت، دوزت واحد 4 سنين وأنا كنسافر من بلاد لبلاد، كنخدم مع ناس مختلفين، فكنت محتاجة لهذاك نرجع للجذور ديالنا ونرجع نتشبع بالثقافه المغربيه ديالنا. فكانت جات في الوقت ديالها، تعرفت على بزاف ديال الحوايج، عشت مع تلاقيت مع بزاف ديال الناس اللي لحد الان مازالين اللي ولاو صحابي، وليت كنحس بزاف الاغلبيه ديال العائلات اللي صورت معاهم مازال اون كونتاكت معاهم، عزازين عليا. فكانت تجربه زوينه. كنظن ان هو الفيلم التلفزي البركه في راسك اللي كانت مع المخرج عادل الفاضلي، كنظن كانت مشاركه ديال بزاف ديال الممثلين اللي زوينين اللي كيعجبوني بزاف، منهم سعيد باي، ناديه كوندا، عبد النبيل بنيوي. فكنظن ان هذاك هو العمل اللي عزيز على قلبي. اللي كيضحكوا بان كنت درت دي انترفيو العام اللي فات، كنقول بان خاصني كنقول انا بغيت ندير نشارك في شي عمل تاريخي، فالعمل التاريخي شاركت في هذا العام الحمد لله. فدابا شنو بغيت اخر عمل تاريخي واحد اخر؟ مش باش مازال باغا عمل تاريخي اخر. قفتان خديجة هو عمل من إخراج المخرجة المغربية لميس خيرات. صراحة كانت تجربة زوينة، كانت شاركت مع بزاف ديال الممثلين المغاربة اللي جون واللي والرواد أيضا، فكانت تجربة زوينة صراحة، وإن شاء الله الجمهور يكتشفوا عن قريب إن شاء الله. صراحة هو غادي تكون مفاجأة للناس كاملين، لأن هي أول تجربة، فبراسي أنا ما عرفتش كيفاش غادي يكون، ولكن كنظن بأن غادي يكون عرس كبير. يلا البارح حطيت لاستوري في انستغرام، وديجا بزاف ديال الناس اللي بعادين على الميدان الفني كيسولوني كيقولوا لي بغينا نجي وبغينا نحضروا له. فكنظن بأن غادي يكون هو الحدث ديال السنة. لي ديتاي كثر كنظن بان خاصكم تمشيو تاخذوا التيكي باش تجيو تكتشفوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله في ديسمبر 7 ديسمبر غادي يكون في الدار البيضاء، فكونوا في الموعد. غادي نتلاقاو في العرس في 7 ديسمبر في الحقيقه، وخليونا مع الخيال. دابا حنا عايشين في الخيال. مازال كنظن داكشي ما كاتب ديال الله، ولكن هاد الساعة ما كاين والو. كيفاش تكون شي حاجة؟ الصراحة أهم حاجة هو يكون إنسان طموح،
يعني يكون واحد الشخص اللي ماشي بالضروره زعما بالامكانيات الماديه زعما ماشي بالضروره يكون عنده بزاف، ولكن يكون واحد الانسان اللي كيف ما كنقولوا كيطيح وكينوض. فخاص يكون انسان طموح كيبغي يخدم كيبغي الحياه كيبغي يطور من راسو. فوالا المواصفات الفيزيك. والله ما ماشي والله ما عرفت حشم. الأهم حاجة هو الهوانة. أما الفيزيك أهم حاجة هي العقل. هاد الساعة ما مستعدش صراحة نمشي نسكن في شي بلاد واحدة أخرى، ولكن إلا جات شي فرصة نشوف. ما مستعدش نرجع نسكن تما ولا نتأنستلا في شي بلاصة أخرى، مي خاصك تخلي داكشي غادي، خاصك مكاتب ديال الله، ما كتعرفش غدا شنو غادي يكون، فيقدر غدا تجيني شي فرصة ونمشي. مي بور لو مومون بغيت نبقى هنايا. كنلاحظ بان المغرب واكثريه الاعمال اللي كيكونوا سينمائيين في المغرب والاعمال اللي كيكونوا عربيه كيتصوروا هنايا في المغرب، الامكانيات ديالهم ولات شويه متقاربه من بوليوود، لا من ناحيه الدقه في السيناريو لا من ناحيه التصوير. تبارك الله المغرب عنده امكانيات كبيره، وتا الاعمال اللي ولاو كيجيو كيتصوروا هنايا واللي ولينا كنقدروا حنايا نشاركوا فيهم ولاو تا همايا غاديين في هذاك الاتجاه وغاديين لهذاك المستوى. سينو بالنسبه لبوليوود اللي اكزيست من شحال من سنه هذه، فداك الشيء علاش فايتينا همايا في السينما، يعني من ناحيه كاع لي ديبارتمون اللي كاينين فايتينا. ولكن اعمال اللي ولاو هنايا اللي لاحظت اكثريه هذه واحد العامين ثلاث سنين ولاو اعمال كبارين اللي كتصوروا هنايا في المغرب، والحمد لله اللي كنقدروا حتى حنايا نشاركوا فيهم. كنشكركم وتبعوا الاخبار ديالي على سفيركم. شكرا.